بركة الله تعالى بتضحيات أبنائنا. الحمد لله اليوم العراق يشهد وحدة يمكن أقوى من أي مكان آخر. نعم قد العراق كان موحد سابقا، بس موحد بالحديد والنار بالقمع، مقابر جماعية، استخدام كيميائي، يعني كانوا ينقلون المواطنين الأكراد إلى مناطق في الجنوب يحفرون لهم حفر في الصحراء، وإبادة يختلف في الهور نفس الشيء. هذا كان بالقمع. اليوم الحمد لله العراق موحد بالإرادة، إرادة مواطنين ما استخدم القمع، والحمد لله التوحيد أيضا ما صار بإراقة الدماء، صار يعني صح استخدمت قوات أمنية، والأمن لا يفرض إلا بقوات أمنية بس بدون إراقة الدماء. واليوم أكو رغبة في التوحد العراقي، وهذا أيضا إنجاز مهم، إنجاز ثالث أساسي. أيضا مع بداية هاي الحكومة دخلنا في مشكلة انهيار أسعار النفط، وهذه بالأرقام صار حساب باعتبار 2014 سنة لم تكن بها موازنة رسمية، بس أيضا كان بها يعني شيء آخر، بس من أجل سهولة القياس أخذنا 3 سنوات قبل 2014 و3 سنوات بعد 2014، ونظرنا الى الايرادات النفطيه، يعني صافي الايرادات النفطيه، صافي الايرادات النفطيه بمعنى قد تجيك ايرادات تطرح منها كلفه انتاج النفط باعتبار هذا جزء من هو الكلفه، يعني لا يعتبر ايراد. طلعت عندنا النسبه في 3 سنوات الاخيره مقارنه ب3 سنوات قبل 2014 هو 37% عما كانت عليه. يعني مجموع الايرادات ل3 سنوات الاخيره اللي احنا بيها تمثل 37% عفوا 37% عما كانت عليه 3 سنوات السابقه، بمعنى تقريبا ثلث، شويه اقل من ثلث الايرادات، وهذه في حاله حرب. وتتذكرون كثير قالوا الحكومه ما راح تدفع رواتب، اشاعات طلعت كثيره، والحمد لله استمرينا في دفع الرواتب، استمرينا في دفع الاستحقاقات الاساسيه للفلاحين، شبكه الحمايه الاجتماعيه، مفردات البطاقه التموينيه، ربما دائما من اليوم الاول كان يعني مو الان في عهدنا. حتى بالسابق كانت اعتراضات على مفردات البطاقه التموينيه، جت توصل بالمواطن، جت ما توصل كامله مو كامله، تذكرون في حالات ايضا في الوضع السابق الحكومه يمكن عوضت شهر او شهرين للمواطنين على فقدان، بس بقينا اساس البطاقه التموينيه اللي هي بالاصل الحنطه والرز والسكر والزيت. هذه ايضا الحمد لله استمرينا، النفقات الاساسيه في البلد استمرينا بها مع وجود نفقات ما كانت موجودة اللي هي الحرب. البعض يقول إيه بس أنتوا السلاح كان موجود، تعرف شنو قيمة السلاح في الحرب؟ السلاح يدمر، خصوصا فقدنا تقريبا نصف الهمرات عندما احتلت داعش الموصل والأنبار والمناطق الأخرى، نصف الهمرات فقدت. الدبابات اللي كانت عندنا عاملة كانت تمثل ثلث الدبابات اللي كان يملكها العراق، فقط ثلث، البقية دمرت في الأنبار قبل دخول داعش أيضا، ومع دخول داعش أيضا خسرنا أعداد كبيرة من منظوماتنا ومن دباباتنا. بالإضافة إلى الذخيرة، الذخيرة كلفتها عالية جدا، يعني أنا أعطي مثال، ذخيرة هذا يعني الحراري الموجه ضد العربات، القذيفة الوحدة $50,000، القذيفة الوحدة قد تضرب بيك أب، تضرب موقع واحد فقط محدد متحرك. قذيفة الطائرة تكلف حسب نوع الطائرة بين $50,000 إلى $80,000 قذيفة واحدة تضرب ضربة واحدة فقط. هاي ذخيرة وما نقدر أيضا نمتنع عن شرائها لأن بها حماية المقاتلين على الأرض. مع هذا كل الإنفاق الحمد لله بصعوبة فذة طلعنا من هذا المأزق الاقتصادي اللي هو ما أتهم أحد من صنع أحد، لأنه هو عرض وطلب في السوق العالمية على النفط وأدى إلى انهيار الأسعار بشكل كبير. أنا كثير من قادة العالم كنت أجتمع يقولون كيف بإمكانكم إدارة الوضع المالي بالبلد؟ يعني أنا النائب الرئيس الأمريكي بحضور اجتماع قال أنا قلت لرئيس أوباما تخيل لو أمريكا فجأة موازنتنا نصلت إلى النصف، هل تبقى أمريكا؟ تنهار، وضع ينهار. فكيف بالعراق تستطيعون مع هذا الانهيار الكبير بالأسعار وانخفاضات الإيرادات بشكل خطير استطعتم أن يعني تسيرون بهذا الاتجاه؟ بالطبع البعض للأسف يقارن الإنفاق الحالي عما كان عليه سابقا. نعم إذا أنت كانت أسعار النفط
الآن مع ارتفاع أسعار النفط، الآن مع ارتفاعها هي أقل بكثير مما كانت عليه سابقا. تعرفون الآن يباع تقريبا بالعراق 60، الآن اليوم 61 دولار، كان يوصل إلى 105 110 دولارات سابقا، تذكروا فرق كائل. إذا يعني كلفة إنتاج النفط ثابتة مو متغيرة، كلفة البرميل ثابت، تعرفون إذا ثابت الطرحة من 60 غير ثابت الطرحة من 105، نسبة التناسب يصير يعني أكثر. هذا أتصور كانت بإدارة سليمة للدولة ودقة في الإنفاق، خفضنا الإنفاق غير الضروري، وهذا كانت متعبة جدا لنا. غالبا ما تقدر تركيا، لأن هي قضايا استراتيجية، بعض الإنفاق استراتيجي ما تقدر تركيا لأي أحد. كنا أتذكر في بعض الحالات نناقش على نصف مليون دولار على إنفاق، وصلنا إلى تدقيق الإنفاق إلى نصف مليون، ربع مليون، بعض الحين 50 مليون دينار ندقق في إنفاقه في هذه القضايا، لأن قررنا أن نقلص الإنفاق بس ما نريد نمس القضايا الحياتية للناس والخدمات الأساسية. بالإضافة إلى الوضع الإقليمي ووضع الدول، العراق كان شبه معزول، العالم كان ما يفهم العراق. للأسف لما ما يفهمك يتجه ضدك، وبصراحة مو اليوم، هو من قبل. تذكرون 2004 و5 و6 و7 و8 و9 الدول المجاورة كثير متهمة بإرسال انتحاريين للعراق. هسه يقولون لنا شلون تسوون علاقات؟ طيب ذاك الوقت، هسه بعد ما كنت إرسال انتحاريين انتهى، ذاك الوقت كان يرسلون انتحاريين، وكان للأسف البعض يروح يزورهم ويتوسل بهم، تعالوا فتحوا السفارة، يتوسل بهم خلينا نسوي علاقات. الآن هم جوك، الآن العراق أصبح قوي هو المطلوب. العراق الآن أصبح إلى شأن في المنطقة، وأنتم شفتوا الدول متنازعة فيما بينها، ومع ذلك كلها تريد علاقات جيدة مع العراق. العراق الآن إلى موقع لا يتنازل عن ثوابته وما يتنازل عن مصالحه، وهذه قوة اليوم العراق. هذه نستطيع أن ندفع الشر اللي يأتي للبلد، لأن يصير سوء فهم بالخلافات، والحمد لله موقع العلاقة العراق الدولي في هذا الإطار. اليوم هذا الإنجاز أنا أصوره أساسي ومهم، علينا أن نحافظ عليه بغض النظر منو يحكم البلد. احنا نتكلم عن مشروع، لا يجوز لهذا المشروع ان نعود الى الوراء كان شيء لم يكن. اللي حصل مو خطا صغير، مو شيء طارئ وتجاوزناه، لا، هدد وجودنا. هذا لو ما مصدي له، لو سمح الى ان يستمر في تداعيات وجود داعش، هيش منظومه ارهابيه بهذا الحجم، كان ما نعرف شو يصير. كان ممكن الان احنا لو نعيش تحت ظل داعش، وربما يعني نصنا يعيش لاجئ في دول الجوار لو سمح لداعش ان تستمر. والحمد لله باراده عراقيه صلبه مرتين قدمنا تضحيات، مره عندما دخل داعش، انا اسميهم ضحايا الارهاب، قتل ودمر ولجا ملايين الناس للنزوح، ومره اخرى لما صار اكو قرار وطني وقرار شجاع بالتصدي لداعش، قدمنا مضحين، ذولا هم تقدموا للتضحية من أجل يدافعون عن البلد. الثمن كان والضريبة باهظة جدا، ما يجوز أن نفرط بها، ويجب أن نستمر إلى الأمام. اليوم الناخب هو اللي يقرر، الناخب هو اللي يقرر الاتجاه اللي يصير، واليوم بصراحة ما حد يقدر يلوم أحد، اليوم هي بيد الناخب العراقي هو اللي يقرر. بالأخير ما نستطيع نلوم هذا السياسي أو ذاك إذا كان خيارنا باتجاه معين، بالأخير بالخيار ننتهي إلى نتيجة معينة. اليوم الناخب هو اللي يقرر أي اتجاه، هل نكمل المسيرة؟ اليوم إحنا مصرين على إعادة الإعمار والاستثمار، شفتوا بمجرد انتهاء الحرب أعلناها بنهاية العام الماضي. طبع البعض من السياسيين يريد يسوي، يعني سوينا معجزة صح بتحرير أراضينا وبوحدة العراق، سوينا معجزة، بس المعجزة أيضا تحتاج وقت. همين استغرقنا 3 سنوات حتى حررنا أراضينا وحتى سوينا وحدة العراق، نحتاج مهلة حتى نعيد الإعمار، والحمد لله بدأنا بمجرد إعلان نهاية الحرب، بدأنا بحملة إعمار باستثمار، ونقدر نحقق معجزة بفترة قياسية أيضا، بس يحتاج أن نتوحد ويحتاج أن نعمل بهذا الاتجاه، وهذا نعتبره مرحلة أساسية. أنا فقط أقول للناخب العراقي التالي: مارس حريتك بالتصويت بدون أن تخضع لضغط أحد من ضميرك. بيع الأصوات جريمة بالقانون ومحرمة بالشرائع الدولية السمائية، ما يجوز تبيع صوتك بفلوس. لمن؟ للي يدفع أكثر، يعني تبيع البلد للفاسد. إذا هذا اللي يشتري صوتك بفلوس معناها فاسد، تعطي البلد للفاسد أو إرهابي.
أو صاحب جريمة منظمة يريد يستولي على المال، يستولي على الناس حتى يهددهم. أنا أقول أصل استلام المال، بيع البطاقة، بيع الصوت، هو ما يصير. بس إذا أكو مواطنين تورطوا وباعوا، على الأقل خلي يصيرون أحرار في تصويتهم، وأنا أطمنهم. خاف يقول لك راح نعرف شلون صوتت، ترى ما يعرفون، ما عندهم وسيلة يعرفون المواطن شلون صوت، ما يستطيع. وبالأخير إحنا راح نمنع أجهزة، تعرفون المفوضية تمنع إدخال الأجهزة المصورة إلى داخل قاعات التصويت، ما يصير تصور التصويت داخل التصويت. وبالتالي أنا أدعو المواطن أن يصوت بحرية حسب ضميره، من يراه صالحا لهذا الأمر، وهذا هو سر نجاحنا. اليوم أنا أسمع كلام كثير حول بيع الأصوات، حول بيع البطاقات الانتخابية، هاي جريمة، بدنا نلاحق كل من يقوم بها. أنا سويت اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى حول هذا الموضوع. أنا أدري البعض موقعين توقيع، البعض ما أريد أسميه لأنه بعدني ما متيقن، شفت وثائق يحتاج تدقيق، يوقع على وثائق ويستلم أموال من دول أجنبية، هاي خيانة، هذه خيانة، راح نلاحقهم. طلبت من مجلس القضاء الأعلى راح يوجه المدعي العام بأن يلاحق هذا الموضوع، اللي يستلم أموال من دول أجنبية بعملية انتخابية داخل العراق هاي خيانة، لا يجوز لدول الجوار أن تتدخل في شأن الانتخابي. وأي طرف أو أي فريق يستلم أموال من دول أجنبية حتى تساعده في الانتخابات، هذه خيانة وحرف للانتخابات العراقية. إحنا نحرص على أن تكون الانتخابات سليمة، راح نستخدم قوة القانون لمتابعة كل من يتجاوز، وفي نفس الوقت أيضا هذا نعتبره نوع من الفساد، نوع من اختطاف صوت المواطنين، ولن نسمح له أبدا. شكرا جزيلا. جاوبت حسن على معظم أسئلتنا يعني، بس تبقى بعض يعني نحتاج تفسيرات لبعض الأشياء. بعد أن انتهت عملية القضاء على داعش عسكريا، ما هي طبيعة التحديات التي تواجه العراق في المرحلة المقبلة؟ ما هي رؤيتكم لمجابهة هذه التحديات أيضا؟ بالطبع عندنا وجود داعش في سوريا، وللأسف أنا أعتبره عمل غير منجز. يعني جزء من مكالمتي مع الرئيس ترامب هو الموضوع، بقاء داعش تسيطر على جزء من الأرض السورية ولو صغير بس على الجانب الشرقي يعني قريب الحدود العراقية، يعتبر خطأ وخطر. إذا تسمح هاي منظمة إرهابية كسرناها، هذا الجزء الصغير أكو بقايا داعش، إذا تسمح لهم ممكن يطورون نفسهم. حتى ضربت مثال أنتي فايرال، تعرفون هذا المضاد للفيروسات، تستعمله لفترة زمنية تقضي عليه، يبقى في فترات الأخير ميت، شبه ميت، انتهى الفيروس، تتوقف قبل نهاية المدة، يعود مرة أخرى يصبح مقاوم للمضاد اللي استخدمته. هالمرة تكون تستخدم مضادات كثير أقوى حتى تواجه داعش الآن هالشكل. هاي بقايا داعش ضعيفة، قدراتها قليلة، بس عندنا معلومات لأن مسكنا بعضهم يحاولون يدخلون إلى داخل العراق. الآن يدربون جماعة على أعمال انتحارية، يردون يقومون أعمال انتحارية بعدة دول، وهذه خطرة جدا، يجب أن يقضى على داعش. تعرفون ملف السوري ملف معقد، وأنا ما أريد أتورط بوضع السوري الداخلي، لأن الوضع السوري الداخلي به خلافات. نعم ما يتعلق بالإرهاب يهمنا، الإرهاب إحنا أصلا جاءنا من سوريا وعبر الحدود، لهذا إحنا نتدخل في هذا الموضوع لأن بيضرر على العراق وبيضرر على المنطقة. بس ما نتجاوز العلاقات الثنائية، ما نتجاوز أيضا السيادة في هذا الموضوع، وصار أكو كلام تفصيلي مع الحكومة السورية في هذا الإطار مع كل المعنيين بالشأن السوري. إحنا راح نتخذ إجراءات ضد وجود داعش في سوريا، هذا من حقنا، لأن داعش اخترقت أراضينا قبل واحتلت أراضينا، ما أريدها مرة أخرى تنمو. هذا أتصور تحدي حقيقي يجب أن يتم القضاء، ما يجوز أن نستسهل هذا الموضوع، وربما الأمور في سوريا تتجه باتجاه آخر ثم داعش تستغل هذا وتنمو مرة ثانية. هذا التحدي رقم واحد. التحدي رقم اثنين هو الخلافات في المنطقة، خلافات عميقة في المنطقة. ولو تلاحظون أكو عدة نيران موجودة، إذا ما نطفي هذه النيران وهذه الخلافات العميقة، راح يبقى الإرهاب يستغل هذه الخلافات من أجل مصلحته. جزء من جهودنا وعملنا مع هذه الدول لإطفاء هذه النيران. أكو صراع إرادات، أكو محاولة للسيطرة والنفوذ في المنطقة.
وجهة نظرنا أنه هذه الدول اللي تبحث عن نفوذ مو بهالطريقة، اعتراضنا على هالطريقة وأخبرنا كل الدول. يعني هل من الصحيح أنت تريد نفوذ تدمر شعوب، تدمر دول حتى تربح بحرب، حتى تربح معركة؟ ليش؟ إذا تبني حضارتك وتبني نفوذك على تدمير دول أخرى ما راح تنجح، راح تعود مرة ثانية عليك. وهذا اللي صار، شوف اللي سواه النظام البائد هنا في العراق، شوف شلون انعكست، انعكست على كل الدول، انعكست علينا أيضا في العراق. هم راد يصير زعيم العرب، مو راد يصير زعيم العرب؟ شو أنت وين أنت؟ رجعنا إلى الوراء ما أدري كم سنة. العراق كان قبل 40 سنة 50 سنة متقدم على في وضعه في المنطقة، رجع الحمد لله الآن نعود مرة ثانية. بس بكل فعالية كان ممكن أن نكون إحنا الآن في مصاف دول أخرى في موضوع ثاني. هذا أيضا تحدي أظن يواجهنا، التحدي الداخلي. أكو تحدي حقيقي بالداخل. الآن إحنا اعتمادنا بشكل أساسي على ثروة النفط. ثروة النفط انخفضت إلى شكل كبير. الآن انظر إلى وضع النفط في العالم، تعرفون أكثر السيارات الكبرى، الشركات الكبرى لصناعة السيارات بدأت تنتج سيارة صديقة للبيئة يسموها، هي الطاقة المتجددة. مع التطور أحد كان ما أتصور أحد كان يتخيل تكنولوجيا خصوصا يسموه الذكاء الاصطناعي اللي هو AI Artificial Intelligence اللي هو أصبح الآن شيء رهيب، وبالطبع موجود من قديم. أنا أتذكر اشتغلت عليه في بحثي في الدكتوراه في نهاية السبعينات، بس الآن تطور هالسنين الأخيرة 4-5 سنوات تطور، لأن التكنولوجيا تطورت. العلم ترى موجود من قبل مو جديد، بس التكنولوجيا تطورت. الآن تطور التكنولوجيا بالعالم هائل. تطور التكنولوجيا هو أن التكنولوجيا أصبحت في متناول اليد للمواطن العادي. قبل كانت تصنيعها كلش يعني غالي، ما يقدر. نعم موجودة، إذا أصبحت التكنولوجيا بسرعة تطورت والعالم استغنى عن جزء كبير من الطاقة. نعم يقولوا لي أكو دول راح تبقى تستخدم سيارات، نعم الدول الفقيرة سيارات القديمة، وراح نبيع نفطنا لدول فقيرة يعني ما تدفع أسعار كبيرة. هذا تحدي، كيف ننشئ اقتصاد موازي معتمد على النفط؟ أنتوا شفتوا أساسا كل شيء يعدون، كل شيء يعد، أزيد الرواتب، أزيد التقاعد، أوظف كل الناس بالدولة، حتى اللي مبطلين من الجيش من الشرطة كلهم رجعهم، بالإضافة اللي إحنا الآن عندنا مقاتلين الآن ضميناهم للجيش لأن قاتلوا داعش، هالمرة هم أزيد المنظومة الأمنية من جديد. هذا كلها وعود، طيب من نجيب الأموال؟ إذا أنت الآن اللي نستلمه من النفط ما يسد النفقات لحد الآن مع أسعار النفط رغم أنه ارتفعت. أنا أتصور يحتاج لنا، هذا يحتاج تحدي، يحتاج لنا قرارات موجعة بس صحيحة. موجعة مثل أنت بالضبط الدواء أو العملية الجراحية موجعة، بس ليش الناس تسويها؟ لأن بها علاجهم، بها حياتهم، بها صحتهم. قرار موجع يكون نتخذ قرارات موجعة لمصلحة بلدنا، نتقدم مثل قرار الحرب، قرار تحرير الأراضي كان موجع مو سهل. لما رحنا إلى الموصل ويا ناس وقفوا ضدنا، قالوا تضحون بأبنائنا، اتهموني، قالوا هذه وصلوا إلى مرحلة اتهموني بالخيانة، أنا شو وداك الموصل، الموصل ممكن تحريرها. فكانوا كأنه ينظر إلى الحلول الأبسط، وتخيلوا لو ما رايح للموصل، تخيلوا، تعرفون داعش كان تطور سلاح كيميائي وندري بهذا، تخيلوا ما رايح للموصل، لو باقين نحاربهم شبر شبر على كل هذا المحور من ديالى إلى صلاح الدين إلى الأنبار، جبهة كانت عريضة جدا. شقد كان صار داعش كان استنزفتنا، مزيد من الضحايا، استنزاف حرب استنزاف، كان طورت قدراتها بشكل آخر ما يهمهم، دولة مجموعة إرهابية مجرمة ما تتورع عن عمل شيء. أقول هذا يحتاج قرار شجاع. مستعدين احنا نتخذ القرارات لمصلحة البلد. تعرفون اتخذنا عدة قرارات قد ما لها شعبية بس اتخذناها. واليوم مستعدين بس هي لمصلحة الشعب. ولهذا نكون صريحين مع الناس، أنا صريح مع الناس، كانوا هواي يقولوا لي لا تتحدث بهالصراحة. أقول لهم بالعكس كون أوضح للناس، أكو مشكلة. إذا الناس مو ويانا ما راح نقدر ننجح. ما ممكن نغطي على الناس المعلومة حتى نريد نكسب انتخابات أو نكسب جولة بالأخير نخسر المجتمع. أتصور ذني مجموعة تحديات علينا أن نتجاوزها ونقدر. الهدف سهل للسياسيين أن تتخذون هكذا قرار موجع أو مو قرارات موجعة اقتصادية. أنت لو تلاحظ السياسيين كانوا ساكتين. شوف مثلا أكو أكثر القرارات إحنا مو هسه اتخذناها، صار لنا سنتين ثلاثة كانوا ويانا
لان يرون مصلحه البلد. بس قربت الانتخابات كل وحده من ذني القرارات اصبحوا يروجون ضده، كل وحده من ذني. ليش؟ راضي يستخدموها انتخابيا، وهذا خلل. انا اقول لهم دائما اخوه السياسيين، لا تلعبون بامن البلد ومصير البلد. تريد تنافس على قضايا حقيقيه نتنافس عليها ممكن. انظر اطرح لي رؤيه للاصلاح الاقتصادي. شلون نمشي بالاقتصاد في البلد؟ رؤيه في اليه محاربه الفساد، تعالوا خلينا نحط، انا قلت لهم تعالوا خلينا نتعاهد. اي لجنه اقتصاديه لاي حزب غير موجوده. تقولوا لي لعد الاحزاب منين تتمول؟ طيب خلينا نبحث على طريقه، صحيح انا وياكم. هو الاحزاب يكون تتمول بالاخير، بس اكو عده طرق مشروعه للتمويل، الا تروح للدوله الفلانيه، الا تسوي لجنه اقتصاديه وتاخذ حصص من المقاولات. هذا كسب غير مشروع. اذا تريد كسب مشروع خلينا نبحث عن اليه. نعم الاحزاب كل الدول اكو تمويل للاحزاب، بس اكو تمويل مشروع مكشوف واضح. مو تحول لي بحجه تمويل احزاب يصير تمويل افراد. انا تعرفون ترى غالبا ماكو شيء اسمه تمويل احزاب، انتم ملاحظين تمويل افراد هو وقرايبه وجماعته. حتى الحزب يشكو لك يقول لك كل شيء ماكو، ما حصل لعل هاي الاموال وين تروح؟ هذا اتصور يحتاج له الى فعلا رؤيه لعلاجه. جزء منه ما يقدر واحد وحده يحط الحل. يجب ان الجميع، مثل محاربه داعش ما كانت جهه واحده تقدر تحارب داعش. الكل قاتلوا واشتركوا في قتال داعش، يلا انتصرنا. اليوم نحتاج الى توجه، نعم اكو شواذ قد يشذ، كنا نقف ضده ليشذ، بس يجب ان تكون توجه واضح. اظن هذا التحدي القادم. شكرا لك دكتور. دولة الرئيس، يعني دائما الدول التي تخرج من الحروب تكون ذات بيئة جيدة للاقتصاد الدولي، وبالتالي من الممكن أن تكون محطة للاستثمار. هل من الممكن أن نقول بأن العراق الآن، هذا الشق الأول، هل من الممكن أن نقول بأن العراق الآن أصبح بيئة مناسبة للاستثمار؟ وهل كان زيارة دولة رئيس الوزراء إلى اليابان واحدة من هذه الأمور؟ هذا الخط الأول. الشق الثاني، عودة الأجزاء التي كانت تسمى بالمتنازع عليها أو المختلف عليها مع كردستان، هل سنرى تقاربا بين بغداد وأربيل أم أننا سنشهد خلافا جديدا؟ بالنسبة الأول، إحنا بدنا نقوم بعدة خطوات في هذا الإطار. واحدة منها زيارة اليابان قبل مؤتمر الكويت. البعض اللي يحكم عن نتائج آنية، إحنا بدنا نخلق جو أن العراق فعلا يكون أرضية خصبة للاستثمار والإعمار، وهذا الجو أظن خلقناه اليوم. اليوم يعني باليابان لما رحنا التقينا بالشركات الكبرى، مو فقط اكو رغبه بالتعاون ويانا، اكو رغبه بالدخول بالسوق العراقيه بقوه. حتى رئيس الوزراء الياباني، بالنسبه للغه، بتعرفون اليابانيين يدرسون في بلاد عربيه يتعلمون اللغه العربيه، الطرح امامي خلي نسوي الدراسه في العراق نتعلم عربي، يريد اكو تحويل في هذا. فاكو رؤيه ان العراق تجربه ناجحه، واضح اكو بصعود. بيسماه كوكب العراق، يعني كوكب اليابان العراقيين يسموه، ممكن يكون كوكب العراق. اتصور هذا جزء، هذا جزء من طموحنا. هو مو طموح، هو برنامج عمل نوصل له. يعني الطموح عندك، هل من الممكن ان يكون هذا هو برنامج عمل رئيس الوزراء المقبل؟ يعني برنامج اصلا المقبل جزء اساسي منه، هو هذا جزء اساسي من مشروعنا. نحن نقول المرحله القادمه هي معركه بناء واعمار واستثمار، ويجب ان ننجح. خلصنا معركة قتال داعش، بس الأمن أيضا ضروري، يجب أن ننتبه نحافظ عليه. يعني إذا ما انتبهنا أنه الأمن في العراق تحقق بنسبة كبيرة جدا الآن، يكون حافظ عليه، يكون حافظ عليه. الحفاظ على الأمن جزء، والجزء الآخر هو الاقتصاد. لأن إي بدون حفاظ على الأمن ماكو استثمار وماكو عمار. تعرف يعني بالأخير أي بيئة العمار تحتاج إلى أمن، إلى استقرار، خطان متوازيان. فلهذا إحنا نشوف بدنا نمشي بالاثنين معا. جزء منه لا سلاح خارج الدولة، كل سلاح تحت الدولة. شفت المؤتمر باليابان، اليابانيين عندهم تجربة هاي بعد الحرب العالمية الثانية، يحكوا لي في طوكيو لسنوات عديدة عصابات الجريمة هي مسيطرة على طوكيو. الإنسان ما يأمن على حياته أصلا داخل طوكيو، انهيار للنظام، انهيار للأمن لسنوات، إلى أن سووا منظومة يسحب السلاح من الجميع، صار جيش عندهم، صارت قوات أمنية. بهذا الإطار إحنا اليوم الحمد لله وضعنا أحسن من قبل، أحسن من ما كانت اليابان بعد الحرب، هواي أفضل. عندنا قوات أمنية رسمية جيدة، عندنا هيئة الحشد الشعبي أصبحت تحت قيادة الدولة حسب القانون اللي شرع، وحسب أيضا النظام اللي وقعت عليه قبل أيام.
هذا يساعدنا على الاستقرار. فهذا أظن رقم أساسي. معركتنا القادمة هي إعمار وخدمات واستثمار وتنمية اقتصادية، ويجب أن نبتعد عن الاقتصاد الأحادي فقط نعتمد على النفط. النفط يكون عامل مساعد لنا، مو هو فقط نعتمد عليه. هذا أظن تحدي أساسي. بالنسبة للتحدي الآخر اللي هو العلاقات بين بغداد وأربيل، هل من الممكن أن نشهد تقاربا إذا ما لاحظنا أنه كركوك عادت إلى الحكومة الاتحادية أو إلى سيطرة الحكومة الاتحادية؟ بدأت البيشمركة تنسحب خارج حدود المناطق المختلف عليها والمتنازع عليها، بالتالي أربيل هل رضخت أخيرا إلى حكم بغداد أو حكومة بغداد؟ أصلا هذا كل اللي سويناه حتى نوحد البلد. حتى نوحد البلد يجب أن نستوعب يعني أربيل جزء من العراق، مدى نعيش إحنا في تضاد. يعني حتى نفترض هسه ما عندي أنا مشكلة مع محافظ البصرة، نفترض محافظ البصرة من غير حزب ومعترض عليه، أزعل البصرة؟ شو العلاقة؟ حتى لو عندي خلاف سياسي مع المحافظ أو بعض أعضاء مجلس المحافظة، وما زعل، هي محافظة عراقية، واجبي كرئيس وزراء عراق اتحادي أن أدافع. كذلك في كردستان واجبي أن أحمي كردستان، أن أتعامل مع كردستان كما أتعامل مع باقي العراق، هذا واجبي. ما له علاقة بخلاف سياسي مع هذه الجهة أو تلك، مع هذا الحزب السياسي أو ذلك. ولهذا تشوف إحنا حريصين على أن نقوم بخطوات. فتحنا المطارات بعد أن لبوا شروطنا. إحنا ما عندنا هي مو عقوبة، مو انتقام. البعض فسروها انتقام خطأ، أنا مو انتقام. ولهذا شوف لما وقفنا الطيران، وقفنا الطيران الدولي، كلش دقيقين بهذا الموضوع، ما وقفنا الطيران الداخلي، لأن الطيران الداخلي مو اتحادي. الطيران الداخلي ممكن لكل منطقة هي تكون لها مطارها، وإنما بالنظام الاتحادي أي شيء خارج البلد من صلاحية الحكومة الاتحادية. فإحنا وقفنا الطيران الدولي إلى أن يعود تحت السيطرة الاتحادية. لما وافقوا أن يعود تحت السيطرة الاتحادية، وما كان عندهم في اللقاء اللي على ضوء صار أكو اتفاق، هم عندهم نوع من الاشتباه، هم يصورون ما نثق بهم. هي مو مسألة ثقة، قلنا لهم مو مسألة ثقة، مسألة هذا الشأن اتحادي، مو شأن إقليم ولا شأن محافظة. والشأن الاتحادي يكون يصير مسؤولية الحكومة الاتحادية. لما وافقوا وأصبحت الاختصاصات الاتحادية، ولهذا جزء من حرصنا على توحيد البلد أن كل الاختصاصات الاتحادية تعود. أكو اختصاصات اتحادية بالدستور، والاختصاصات المحلية إحنا بنحترمها كحكومة اتحادية. فيجب أن يكون توازن بين صلاحيات الاتحادية وهذا. لهذا إحنا ما عندي، أنا ما عندي شيء أقول زعلت على أربيل وزعلت على السليمانية أو زعلت على المنطقة الفلانية. بالأخير شوف، صرفنا رواتب، فتحنا المطارات، رواتب صرفناها بمجرد أن قمنا بإحصاء. عرفون شكلنا لجنة، لجنة تابعة الرواتب، مشت بمنهج علمي أيضا، مو منهج يعني ليس عليها أن تدقق كل راتب، ماكو شكل. هي أخذت ديتابيس، أخذتها، وجدت هناك خلل، وصلنا إلى صيغة، أعطوني رقم، هذا الرقم صرفته. هذا الرقم من منظورنا يغطي رواتب الأقاليم كما عثرنا عليها. عندهم معلومات أخرى هي ما عندنا إحنا، هم أعطونا المعلومات، إحنا دققناها هي هذا. ومع ذلك إذا عندهم معلومات أخرى، هم عندهم يصدرون النفط لا زالوا، يعرفون خط الأنبوب داخل كردستان وإلى هو المفروض يسلم إلى سومو، بس بعدهم يسيطرون. هذا أيضا حسبنا الإيرادات النفطية، هاي الإيرادات هم يصرفون على المسائل الأخرى. هذا اللي احنا بدنا نحسب حساب دقيق للموازنة. وبالأخير المال يدخل، يجب يدخل موازنة، بعتبها الطريقة يكون ينحسب ضمن هاي الموازنة. هذا عدالة. قالوا لي شيء آخر، قلت لهم ما أقدر أصير غير عادل، هي مو مسألة تترجوني. بالأخير أنا رئيس وزراء العراق اتحادي، أحرص على ابن الأنبار، ابن البصرة، ابن النجف، ابن أربيل، ابن توك، كون أعاملهم نفس الشيء. ما بها معنى أنطيك أكثر من، إذا أنطيك معنى أسحبها من مكان ثاني، راح أكون غير منصف لمكان ثاني أو لمواطن ثاني. هذا إحنا حريصين، لهذا حريصين على العلاقة مع الإقليم بما يمثله الإقليم. المواطن العراقي هذا سواء كان كردي أو عربي في الإقليم، مهما يكون موجود هو مواطن عراقي بالإقليم. شكرا دكتور عبد السميع عزاوي من قناة الشرقية نيوز. سؤالي حضرتك، رفعت شعار محاربة الفساد منذ تسلمكم المسؤولية ولحد الآن، وتقريبا الموضوع ظهر للعيان أكثر قبل حوالي سنة ونص أو سنتين من الآن. السؤال يعني المتتبع لحملة الفساد اللي أطلقتها حضرتك، ما لمس يعني إلقاء القبض على رؤوس الفساد، سجن هؤلاء، يعني هؤلاء الرؤوس، يعني استرجاع الأموال منهم لميزانية الدولة، بل إنه تعدى ذلك، إنه البعض منهم
يشترك الآن في الانتخابات وبلا رادع. أين أصبحت قضية محاربة الفساد؟ شكرا جزيلا. محاربة الفساد بها تحدي خطير، بس نقدر ننجزه. احنا سوينا اشياء، بس ما اكررها. يعني اكو وزراء سجنوا، اكو وزراء يعني استلمناهم وسجنوا وحكموا، اكو مسؤولين كبار في الدوله العراقيه سجنوا. بس انت ذكرت هسه بين طيات حديثك تقول لي اكو مصدين بالانتخابات. اتصور هاي راد لها حل اكبر من هذا، يحتاج لها قضاء ان يتعاون بالكامل في الموضوع. رئيس وزراء ما يقدر سياسي يحطه بالسجن، ما يقدر، يعني مو قاضي، ولا رئيس وزراء ضابط تحقيق، ولا رئيس وزراء قاضي تحقيق. هذه هي عده مراحل، او مره ضباط او محققين حتى يحققون، المرحله الثانيه قاضي تحقيق يشوف الادله ويقرر يحيلها لو ما يحيلها على ضوء الادله، وراها قاضي محكمه. هذه كلها مو بيد رئيس وزراء اصلا، يعني عمليه قضائيه تحقيقيه. هذا يحتاج لها عمل ويحتاج لها جهد. احنا حققنا نجاح في قضايا، مو ما حققنا، بس رئيس الوزراء اذا كان مطلوب منه ان يحط سياسيين بالسجن، خلينا نقرر ما هو النظام السياسي اللي نريده. مو يطلبون رئيس وزراء اشياء مو صلاحيته اصلا. نريد حاكم مطلق، خلينا نقرر، خلينا نسوي تصويت. نعم نريد، مو تتذكرون مع الاصلاحات، اصلاحات واتخذت صلاحيتي، نزلت رواتب وحمايات النواب تقريبا الى النصف، صارت ثوره عليه. قمت اتهم ظالم، طلعت ارزاقنا، تذكرون اكو يعني نواب يهاجموني بشكل صريح، وهاي مسؤولين يهاجموني، اوقفنا التقاعد لانه التقاعد غير صحيح، قسم يخدم سنه ويحصل تقاعد 80% من راتبه ومخصصاته مدى الحياه، هذا كله اوقفناه بالاصلاحات. يعني لما اكو صلاحيه بهذا الاطار، بس ما لبثوا ان سحبوا الصلاحيه، تكون حتى بعض الاحيان مجلس النواب عصى، يعني ما وقف استقطاع الرواتب الى ان جبرناهم، قطعنا من الماليه، اجبرنا الى ان تشددون الان بداوا يستقطعون من النواب ما اعطوهم في السابق. اقول جزء هذا يكون نقرر شنو نوع النظام يريد، اذا نظام برلماني دستوري اللي اتفقنا عليه وتوافقنا عليه، يكون تمشي بكل القضايا. تردون خليه، ما ادري يعني بالاخير خليه ينطي تخفيض مطلق، يقبلون؟ بس ايضا ما نقدر نعود الدكتاتوريه، ممكن رئيس الوزراء يحكم على رايه؟ نعم هسه لو تسالني الي مثل ما انت عندك قناعه انه السياسيين اكو مصدين للانتخابات فازين، انا عندي قناعه بعض السياسيين نفس الشيء، بس مسموح لرئيس الوزراء يتحرك بقناعته؟ بأي قضايا قضائيه مسموح؟ ما ممكن يحرك ملفات؟ هو هذا اقول مسموح يحرك، بس بالاخير غير اكو قاضي تحقيق قناعته؟ احنا الان اشتغلنا شغل اخر، لانه القضيه مو صلاحيه رئيس الوزراء بالاخير، صلاحيته بصراحه نزاهه، قضاة نزاهه اكو قضاة تحقيق واكو محاكم. بس اكو مرحله تسبق هذا، كيف تعثر على دليل ما يقبل الطعن حتى تطيل القضاء. هذا يسموه باللغه الانجليزيه فرنزك، يعني ادله جنائيه دقيقه. ان تبحث عن مجموعه معطيات تجمعها سويه تقول ما ممكن هاي كلها مصادفة، مع التفكير أنه فازين مو سهلين خلال فترة، ترى مو بس عندنا، بالعالم كله يقول لك مو سهلين، ما يترك أثر. وغالبا أنتم شفتوا نحقق في قضية بالأخير تنذب براس موظف معين، لأن ذاك ما موقع، لا موقع على ورقة، لا مصدر أمر هو، إنما صاير الطريقة هذا الموظف موقع بلا تدقيق، لأن تدري يقول كما يقول المثل القانون لا يحمي المغفلين. لما هو موقع هو متحمل مسؤوليه، ليش ما دقق؟ هذه هم مشكله عندنا، فيكون نبحث عن ادله من نوع ثاني. احنا بالعراق ما عندنا قدره، كان ولحد الان هسه بدينا عندنا قدرات خلال السنه ونص الاخيره، ان نتابع حركه الاموال بالخارج، وحتى اتصالاتها ما عندنا هيك قدره، ايميلات واتصالات. ما العراق مو دوله تنظم مملوء عندها منظومه دوليه في هذا الاطار، وايد دول ما تقدر الا بتعاون العالم. بدينا هالجهاز نبني، اللي هو جهاز عابر للحدود، شلون يستطيع يتابع الاموال، حركه الاموال، مع ملاحظه انه حركه الاموال مو سهله. البعض يتصور هو محول من حسابه الى حسابه برا، هي مو شيء، غالبا مجموعه تحويلات معقده جدا، يحتاج لك وقت حتى تتابعها، وقت، ويحتاج لك جهد، مثل جريمه قتل.
جريمة قتل بعض الأحيان في دول أوروبية تطول سنتين التدقيق والتحقيق في قضايا القتل، خصوصا لما تكون مجهولة غير واضحة، حتى تتابع الأدلة حتى تقدر تجرم هذا. بالضبط احنا نتعامل بهالشكل، هذا فساد. ويكون بالنهاية تحصل على المال أيضا، بيا حساب موجود، الأملاك وين موجودة؟ هذا بدينا. والآن عندنا بحدود 47 أو 48 قضية كبرى. في آخر اجتماع ناقشنا هذا الموضوع للجنة العليا لمحاربة الفساد، اختزلت إلى 27 القضايا الأخرى التحقيق بها بعدها غير مكتمل، 27 اكتمل. والآن مع القضاء الموضوع كيف ممكن أن نجري في هالإجراءات؟ إحنا ماشيين هذا المشروع دقيق مع التذكير بأنه العقوبة ردع وليست انتقام، هي ردع. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أنت ما راح تقدر تمسك كل واحد تجاوز على القانون، ماكو بالعالم تعرفون ما يقدرون، لأن ما عندك دليل، ما عندك، ما ترى، بس على الأقل اللي عندك عليه دليل وتقدر توصل له تعاقبه. راح تكون رسالة قوية رادعة لكل من يحدث نفسه أن يقوم بهذا الفساد. أتصور هذا اختبار لنا جميعا. يعني الآن الكل يقولون يرموها بمسؤولية شخص، أنا أقول ليست مسؤولية شخص واحد، ممكن شخص واحد يقوم بهذا العمل. نعم ربما رئيس وزراء على السلطة التنفيذية عنده قدرات كثيرة يستطيع أن يقوم بها، بس أيضا عندك القضاء، عندك الهيئات الأخرى مثل النزاهة اللي مرتبطة بالبرلمان، وعندك أيضا الكتل السياسية يكون تتعاون. إذا الكتل السياسية ما تتعاون والكتل السياسية هي الموجودة بالبرلمان، هي تشكل حكومة وهي تسحب ثقة من حكومة، تسحب ثقة من وزراء، بالأخير أنت مثل يعني فاقد الشيء يقول لا يعطي. وإحنا لهذا هاي الانتخابات أقول خلينا نأسس شيء جديد، خلينا نأسس كتل سياسية عابرة للطائفية، عابرة للقومية والعنصرية، وأيضا نظيفة. إذا هاي صارت أكثرية في مجلس النواب، إحنا عبرنا إلى مرحلة العراق ينتقل في مسار دول كثير متقدمة، وهذا ممكن، ممكن حقيقة. شكرا جزيلا دكتور هاني عبد الصاحب قناة بلاد الفضائية. أبدأ من حيث ما انتهيت الحديث عن موضوعة الانتخابات، من بعد ما تحدثتم عن استراتيجية وطبيعة التحديات وملف الفساد، عرف هكذا على أنه السيد العبادي أعلن رفضه لمنهج الأكثرية في قبال ما مطروح على الأرض، موضوعة الأغلبية السياسية أو الأغلبية الوطنية، سميها ما شئت. هل السيد العبادي مقتنع بموضوعة التوافق وبالتالي يحسب على جناح المحاصصة؟ ما تحدثت به الآن لربما أول مرة نسمع به على أنه كتل عابرة طائفية، هذا شق أول، فبالتالي نحتاج إلى موقف من هذا الشأن. شق ثاني، لا أقول حزب الدعوة الإسلامية بل أقول رجالات حزب الدعوة الإسلامية باعتبار ما دخلوا كحزب، لديكم تكتيك استراتيجي ما بعد الانتخابات أن تأتلفوا كائتلاف النصر ودولة القانون؟ موجود هذا في حساباتكم؟ شكرا جزيلا. الموضوع الأول اللي هو غير الائتلافات، موضوع عفوا منهج الأكثرية. شوف احنا يعني تشوف هم حاولت تحصرنا لو توافقية لو أكثرية، وخلش نحصر. أنا حاولت في كلام إلي أرد على الاثنين، مرة توافقية مطلوبة توافقية حتى تحقق مصالح الأحزاب، هذه مرفوضة، هاي توافقية فشلت، مشينا العراق المرحلة كلها فشلنا بيها. ومرة أكثرية، طبعا هي الأكثرية بالأخير هي الأصلح، هي الأصلح كما بمنهج، بس أنا دا لاحظ الأكثرية يراد بها الاستئثار وإبعاد الآخرين. لو تلاحظ هو ما معترض على الآخر، بس هو يريد يحقق شيء يبعد الآخر. العراق بمرحلته الحالية تحتاج إلى نوع من الإجماع الوطني. كيف لما حاربنا داعش احتاجينا إلى إجماع وطني للتحدي لمصير البلد. الآن دا ننتقل إلى مرحلة أخرى، يعني مثل واحد كانت حياته معرضة للخطر، هستوى شالوا منه مكينة، كان على مكينة الإنعاش شالوا منه، متعافي وجيد، بس يحتاج إلى اهتمام بعد معرض للخطر. إحنا الآن هستوى عبرنا ننتقل إلى مرحلة أخرى، نحتاج إلى نوع من التفاهم الوطني حتى ننتقل مرحلة أخرى. إذا من الآن في هذا المرة قسمنا قسمين، إحنا أكثرية ونستبعد البقية كل شمالهم، هو بالأخير راح يقول لك لو ألعب لو أخرب الملعب، أكو شيء التوجه. إذا أنت ما تترك له أثر
وما تكثر اي مش اي اي مشاركه راح يتجه باتجاه اخر في حين تفيد كل الجهود. فانا ادعو الى ان نعمل مع الجميع، اللي يريد ما يصير ويانا فعلا راح تصير معارضه. بس مو من الاصل، مو البعض رسم من هسه خارطه هو فلان وفلان وضد البقيه، من هسه رسم خارطه. يعني هو غايته تهميش الاخر، مو غايته يريد حتى يسوي حكومه قويه ويقود البلد، انا هاي ارفضها. واللي يريد يتفق مع الجميع غايته يريد يحفظ مصالحه الحزبيه حتى يعاند يقول لك افرض عليك فلان شرط، افرض عليك فلان شرط. لو نسوي فد نوع من الاتفاق السياسي والاتفاق الوطني نبتعد عن المحاصصة أولا، هذا شرطي وجزء من اللي صار في القائمة اللي أنا اقترحتها بالانتخابات. ما عندي محاصصة لأن تشوفون حتى بالأسماء، صح عندي عدة كتل مشتركة وياي بس ما ظهرها أسماءها، كلها ائتلاف النصر. رفضت حتى المفوضية، قالوا حاولوا يفرضون علينا، قلت لا تفرضون علينا، القانون يسمح لنا. أنا ما عندي محاصصة في القائمة، كلها ائتلاف النصر حتى لا نتحول الى محاصصه في تشكيل حكومه. وخلافي مع بعض الاخوه الكتل، مع احترامي لهم كانوا في النصر، هو على الموضوع لان اصروا الا يكتب اسمهم. انا اصريت قلت هاي قائمه شيء جديد، اريد ابتعد عن المحاصصه. لهذا المحاصصه التوافقيه بها محاصصه. شرطنا ابتعاد عن المحاصصه. التوافقيه اللي بها المحاصصه ما نقبلها. نعم افهم بالاخير يجب ان نذهب الى البرلمان ونتفق مع الكتل، البرلمان يحتاج يصادق على مجلس الوزراء، اي مجلس الوزراء. لهذا ندخل بالشق الثاني لسؤالك، واللي هو احنا فاتحين مع ما قايلين على قائمه عندنا عليها فيتو الان من الان ما عندنا. اما تقول لي اكو اتفاق مسبق لتشكيل قائمه اكبر، هذا غير موجود بتاتا. انا سمعت تصريحات من بعض المحسوبين حتى على حزب الدعوه على قائمتنا ولمناهم، لان ماكو شيء اصلا، ماكو شيء. نعم بالاصل هسه مع كل هالقوائم المطروحه عندنا وياهم تواصل حديث كلهم. بالاخير يجب، وجزء من الوثيقه اللي اخلاقيه بعدم تسقيط الاخر شنو هدفه؟ يقول لك لان بالبرلمان لما تجون لازم تشتغلون مع بعض. اذا واحد يكسر الاخر شو راح تشتغلون مع بعض بعدين؟ اذا صار تسقيط شو راح تقدرون تشتغلون في مجلس النواب؟ مجلس النواب يفترض يجيب ممثلين الشعب حتى يصيرون في البرلمان، يصير تنافس غير؟ بالتنافس لازم يصير شريف. بالاخير مجلس النواب يجب ان يتعاون ويتفاعل مع بعضه والبعض الاخر حتى تشكل الحكومه. بهذا المقدار احنا مع كل الكتل. بالطبع اكو قد كتل اقرب لنا من غيرها ربما، بس هذه ما راح تنعرف ترى الا بعد الانتخابات. بعض الاحيان الكتله اللي تصورها اقرب اليك تصير اصعب ما بعد الانتخابات، ما تعرف من خلال التجربه. يقول لك ابنائكم وكذا ما لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. بعض الاحيان الانسان يتصور القريب له من ناحيه القرابه هو الاقرب له، يكتشف لا قد البعيد يكون اقرب له في هذه النواحي. هذه راح تحددها المواطن، راح يحددها بصراحه في اصواته شو راح يصوت المواطن. هذه انا اعتبرها هذا الاساس. الاساس المواطن، تركيبه البرلمان القادم كيف تكون. على ضوها احنا ما عندنا شيء مسبق لحد الان. على ضوء النتائج ان شاء الله، بس احنا ايدنا مفتوحه للجميع وهي استراتيجيه. لو تتذكرون قد البعض اخذوني شلون ائتلاف النصر او العباد ينزل مع الفتح، اللي هو الفتح فصائل وياهم قسم فصائل مقاتله، او شلون ينزل مع فلان وفلان. بالاخير انا قدمت مشروع، قلت لهم احنا توحدنا في قتال داعش نجحنا. اخشى في صراع انتخابي وحملات تسقيطيه نضيع كل هذا، نعود الى المربع الاول اللي مهدت لدخول داعش. داعش شنو؟ شلون جبتي؟ داعش ما جابوا جيش جرار، افراد دخلوا الحدود، بس انهيار داخلي صاير. هالصراعات السياسيه ما بقت شيء، واحد يكسر بالاخر، واحد ضد الاخر، عشان وضع هش. بالاخير قوات الامنيه تقول لك على شنو اقاتل؟ يعني على منو اقاتل؟ لما هؤلاء هيك مختلفين الى هذه الدرجه، والفساد تعرفون وضع الفساد اليوم مدمر كان. اليوم احنا يكون نعبر هالمرحله، طرحت رؤيه، قلت ممكن نتوافق على كتله كبيره؟ من الان انتخابيا بس بشروط. من هسه نقول لا محاصصه، من هسه نثبت امور، بدينا بهذا الاطار. لهذا الطرح على اكثر من كتله، صارت اكثر من كتله انه تعالوا خل ممكن نطرح، بس اعترف انه طرحت متاخر لان بصراحه ما كان عندي مخطط لنزول الانتخابات، ما كان عندي بذهني. صارت من اخر شهرين، قسم قالوا متاخره، بس من وضعنا احنا عندنا قوائمنا
سجلنا، وقسم قالوا عندنا استعداد للتفاهم، جزء من التفاهمات صارت الى انها لم تنجح، انا ما متندم، يعني على الاقل عندنا استعداد نمد ايدنا للاخرين، وهذا الاستعداد موجود. بس انا ادعو المواطن هو راح يقرر بالاخير، راح يصير اوزان باي اتجاه. اذا جت كتل ضعيفه ومتناحره يعني بالاخير من نلوم الا انفسنا، احنا صوتنا، من الصوت خليهم نفسه، لان هاي الاصوات صارت بهذا الشكل. اما اذا نتجه نحو خيار واضح وبديل، هذا الخيار يقود البلد بعيدا عن المحاصصه، ونريد احنا نشارك كل المواطنين في هذا الموضوع، ننجح. انا عندي تفاؤل باننا سنعبر مرحله اخرى من النجاح والاعجاز ليحقق العراقيين. من قناه الحره رفا المهدي، مديره الاخبار. طبعا من حديثكم يعني كم أسئلة تكونت عندي، ما أدري أقدر أستخدمها. يعني تحدثت عن البيئة النظيفة والاقتصاد، يعني ألا تعتقد أنه جزء من حل الأزمة حتى على مستوى عدا عن المستوى الاقتصادي حتى على المستوى الأمني هي قضية الخصخصة ودخول هذه الشركات؟ حتى الآن إحنا العراق يفتقر إلى شبكات المترو والأنفاق وغيره، وهذه يمكن تحل الكثير من الأزمات. توظيف الأيدي العاملة هاي قد يعني يحل أيضا الكثير من الأزمات الأمنية اللي مرت بها المناطق، خصوصا الخضعة التنظيم داعش. هذا جزء مهم. جزء ثاني أيضا نتحدث عن مناطق المحررة من تنظيم داعش. حتى الآن المدينة القديمة بالموصل تعاني من بقايا جثث قتلى داعش، ولا توجد هذه الإمكانية اللي تعمل بالمنطقة حتى تستطيع العوائل بالتالي العودة لمناطقهم والسكن. لذلك حتى من عاد إلى الموصل خصوصا المدينة القديمة بدأ الآن بالهجرة العكسية إلى معسكرات النزوح. سؤال كمرشح، يعني شاهدنا العديد من الشخصيات حتى حضورها في البرلمان كان قليل جدا جدا، زين كيف سيقدمون مرة ثانية وسنشاهد نفس هذه الشخصيات تعيد الترشيح مرة أخرى؟ شكرا. طبعا هي ما بيها مشكلة، هي بالعكس قد الاستمرارية تقتضي، أجب بالأخير سؤال، تقتضي أن البعض يجب أن يبقى، يعني ما ممكن تغير كل عملية سياسية دفعة واحدة، الخبرات تراكمية دائما، فعندما تتكون خبرات يجب. نعم قد اتفق معك، اللي ما مساهم اصلا بالدوره الماضيه وما قدم شيء ما عنده خبره متراكمه معناها بهذا المجال. اتفق، كنت اتمنى يعني في كل برلمان اكو ناس فعلا ربما بحدود من خلال تجربه 30 واحد تقريبا، قد تصير 40 ما ادري، هم فعلا يشتغلون، فعلا عندهم خبره متراكمه. هسه قد اتفق وياهم او ما اتفق وياهم، بس لا اتكلم عن الخبره المتراكمه، هذا يكون يتكرر في كل برلمان حتى تبقى هذه الخبره المتراكمه. بالنسبه للخصخصه والبيئه النظيفه، تعرفون لاول مره العراق منذ 100 سنه تقريبا عنده ينتج نفط، وهذا الغاز المحروق يسموه فلير اللي هو اسوسييتد غاز اللي هو الغاز المصاحب يطلع مع النفط اوتوماتيكيا يطلع. احنا لاول مره الان نستفيد من هذا الغاز لاول مره، وايضا متجهين نحو الاستفاده منه 100%. هذا ان شاء الله يخلق بيئه نظيفه ويساهم في تقليل تلوث الجو. الخصخصة أنا أتفق، زيادة اليابان مو بس ركزنا على الشركات الكبرى أو شركات متوسطة وصغيرة، حتى في أمريكا بعض الأحيان الشركات الصغيرة والمتوسطة تقدر تسوي أشياء أكثر بكثير من الشركات الكبرى. الشركات الكبرى يصير عندها بيروقراطية، يصير صعب اتخاذ قرار. الشركات الصغيرة والمتوسطة عندها قدرة تنمو، قد عندها مرونة كلش عالية. بعض الافضل التكنولوجيا تلقاها بشركات صغيره وشركات متوسطه. بالعراق احنا بدنا نشجع هذا النحو، لو تلاحظون حتى القروض بدنا نشجع شركات صغيره، اصدقاء مجموعه ثلاثه اربعه يشكلون عمل سويه، حتى العمل يخص العائله، ما كل عمل العائلي يسوون مثلا حياكه وبعضها بالهول التقيتهم، عمل حلو عائله يسوون هاي حياكه السجاد الجميل الحلو اللي هو استفادوا كثير، وفعلا اكو نهضه ترى الان في ذي قار في مساله الهول، اكو العوائل الفقيره بدات تنهض، اكو اقتصاد جديد ينشا، يبدو صغير بس يتوسع، لان هذا نفسه اللي يشتغل
العمل الصغير أو المتوسط له قدرة ينمو بسرعة ويتكاثر. العمل الكبير يأخذ فترة طويلة. الشركة الكبيرة على مغزى الشركات الكبرى هم نحتاجها، بس الأعمال الصغيرة بسرعة تقدر تسوي لها انتشار. اتقد مجموعة 4 أشخاص يشتغلون، بس دول راح يحتاجون خدمة إلى آخرين، وهكذا يتوسع وفعلا تخلق مئات آلاف فرص العمل بشكل سريع. إحنا هذا جزء من اليابان، ردنا كيف نخلق فرص عمل جديدة. اليابانيين عندهم خبرة في هذا الإطار، فرص عمل مو بطالة مقنعة كما كان معمول به سابقا، وإنما أن يكون عمل منتج، يعني هو يعيش منه بشكل صحيح وسليم، وأيضا ينتج للمجتمع وينتج للبلد. هذا أنا أعتبره تحدي، بس نقدر. راد لخطوات عملاقة بها جرأة، إن شاء الله قادرين نتخذ مثل هذه القرارات الجريئة، والتحرك بسريع إلى أمام مع الحفاظ على المجتمع. بالنسبة للموصل صحيح، فقط المدينة القديمة. أنا أقول شنو السبب، المدينة القديمة أنا شفتها أثناء يعني بالتحرير بالأيام الأخيرة، وأنا زرت الموصل هم قبل التحرير. أحياء الموصل الأخرى كانت حتى بالجانب الأيمن، حتى كانت بها ناس، يعني يذكرون ذول الناس والعوائل اللي حياتهم كانوا بالأيمن، وكان بعدها داعش موجودة بالأيمن. المدينة القديمة مدينة يعني تعرفون شوارعها جدا ضيقة، حتى الآليات ما تقدر تدخل. المخططين في نينوى وفي الوزارات الأساسية كان ببالهم مشوا بمشروع أنه هذه تهدم بالكامل وتنشأ مدينة جديدة، مشوا بهذا الخيار. تعرف إحنا ما صار لنا هواية حررنا المدينة القديمة، يمكن صارت 9 أشهر لحد الآن. هذا الخيار أنا عرض إلي بالأخير، قلت لهم هذا يأخذ سنوات طويلة، على أساس شبيه في مركز بيروت شو يسمون أيام رفيق الحريري الله يرحمه، لما على أساس يعني سووا استثمار وصارت عدة صارت عدة ديون على لبنان، وصارت قضية خلاف داخلي لبنان على الموضوع. أكو طلعت مشاكل للورثة، يعني كثير من هذه البيوت بيت صغير مساحته يمكن 50 متر يطلع به 150 وارث، ما تدري بيهم طشرين كل العالم. يعني هاي لما تتعوض شلون تعوض؟ منو تدخل بمشاكل كلش كبيرة. أكو حل لها، أكو جهد دولي إجا يشتغل ويانا للحل، يقول ممكن هذا حلها سهل أيضا، تحطه في صندوق، وهذا الصندوق شو وقت ما يجون يقدرون يستخدمونها، يعني حقهم تحفظه في صندوق معين وكل من الموجود ياخذ حقه في هذا الإطار. ولكن هذا مشروع طويل، وإحنا الآن ناس يرجعون لبيوتهم. أكو جزء من المدينة القديمة فعلا مدمر اللي هو على النهر، تدمير كبير، بس هاي غالبا بيوت كبيرة، يعني مو بها نفوس عدد كبير من الناس يعودون. خلال زيارتنا الأخيرة للموصل بعد أن تابعنا هنا، أكو رؤية صارت إحنا المدينة القديمة نقدر نشيل بها الأنقاض، نرفع المتفجرات إذا كانت موجودة أو متفجرات، والناس تقدر تعيد مرة أخرى هي تعمر بوضعها، إلى أن نفكر ذاك الخطة الأبعد حتى تأخذ وقتك. ما تقدر تسوي هاي مع هاي، للناس أنا قدمت مصلحة الناس على مصلحة الإعمار مال في هذه المناطق. الناس راح تبقى بالخيام فترة طويلة، وهذا توجهنا به، ولهذا يمكن الناس رجعوا لأن بدت في رفع الأنقاض، الآن بدت محاولات يشوفون الجثث تنتشل والأنقاض أيضا بدت ترفع حتى الناس تستطيع أن تعود وهي تعمل بيوتها. لو يزورون الرمادي أظن يشوفون فكر يعني فرق هائل، يعني ما صدقت إنه هاي الرمادي اللي أنا زرتها بعد التحرير. أنا ورا يوم من تحريرها رحت للرمادي، والمستوى الدمار، لأن داعش استخدمت كذا سيارة مفخخة داخل المدينة في الرمادي القديمة، الحمد لله يعني ما تحس لا آثار ولا في هذا الإطار. أنا متفائل في أنه ممكن بالطبع الموصل أعتبرها قصة نجاح. أنا صاحب هالمرة رحت طرف المدينة القديمة وأدري كل زين، هذا شاهدت لما رحت في آخر يوم شفت هذه البقعة كانت بيت داعش، هذا موقع بيت داعش، وكنا أمام خيار كلش صعب، يعني مساحة صغيرة، وكان ما نعرف لهذا طولت يمكن يوم ونص بنفسي رحت قيادة العمليات، عندنا طيارات مسيرة، بدينا نطلع على منطقة هي ليست كبيرة، حتى الدواعش كانوا كل ساعة نطير طيارة مسيرة يضربوها قناصين، يعني ما طولوا هاي الطيارة لازم يطلعوا. إلى أن تأكدنا فعلا ماكو عوائل، يعني فتحنا 5 طرق
للعوائل حتى تخرج. تأكدنا ماكو عوائل، مقاتلين واضح يحملون سلاح، مقاتلين وما طلعوا بالأخير. وهذه كانت هي الحاسمة بالأخير. الدواعش حسب التحقيق مع اللي مسكناهم كانوا مأمليهم، قالوا صمدوا للأخير وإحنا نخلصكم. بالأخير صمدوا، راح يصير شلون صار بسوريا، راح يدخلون وساطات وانتم تطلعون بكل كرامه، تطلعون كذا انتم وعوائلكم بالصندوق. احنا انتهينا بصراحه، انتهوا بالقتل. اقول بصراحه اكثرهم انتهوا بالقتل، انا قلت واضح، اما يسلمون او يقتلون صعب عليه بعض الحين اقولها. بس كان ما الدواعش صراحه ما تركونا غير الخيار. يعني هم كان امامهم يسلمون يروحون للقضاء، بس هم اختاروا القتل بهذه الطريقه. على كل حال مع ذلك انا اتصور احيي كل المناطق اللي حررت، احيي اهل نينوى بالذات واهل الموصل، صراحه احييهم. انا تفاجات بسرعه الاعمار. الناس بدت يعني الناس يبدو يعني مقاومه للدمار. مساعده اكو من الدوله اكيد، بس انا هو حرصهم، اكو حرص، اكو حرص على فتح محله، اكو حرص يعيد الحياه من جديد. انا كنت بهذا رحت ابو المحل اتكلم وياه بجنب الايمن، كان بعد حدود اقل من كيلو متر قتال داعش من الجانب الايمن، وكان فاتح محله ومعمره. يعني هذه يعني قوه اراده، قوه حياه. الشباب هناك مميزين دكتور. نعم انا اتصور هذه بصراحه ايضا بالانبار بصلاح الدين، شفت اكو روح وثابه نحو الحياه ونحو الاعمار، ولهذا اتصور العراق خير. يعني اللي سووه انا بصراحه ما كنت اتخيل انكم يصير بهذه الفتره القصيره. يعني رحت مدينة، يعني رحت لها كلها عدة مرات، شفتها غير مدينة، مو هي هاي اللي أعرفها. زين وين هذا كان مدمر هنا؟ يعني رجعت الحياة والسيارات والمحلات مفتوحة والتانكرات موجودة، غير شفت غير مدينة تماما، مو المدينة اللي رحت لها أثناء القتال. وهذا أحيانا العراق بخير إن شاء الله. مساء الخير دكتور. حامد السيد من قناة آسيا. اعتقد جنابك تابع من خلال التواصل الاجتماعي ما اثارته بعض التصريحات من داخل حزب الدعوه، ونائبه توصف بان المشهد السياسي او مشهد الحكم في العراق لا يتجاوز اختيار حاكم خارج اسوار حزب الدعوه. ومثل هذه التصريحات لا اخفيك سياده الرئيس تثير الكثير من التساؤلات والاحباطات من تحول حزب واحد في العراق إلى حزب سلطة. ولا أعتقد جنابك تتوافق بأن العراق الذي انتقل بعد 2003 من الحزب الواحد ليكرس مجددا تكريس الحزب نفسه في السلطة عبر آليات التوافق أو الأغلبية السياسية. السؤال الآن دكتور، لديكم ائتلاف سمي بائتلاف النصر، وهناك تصريحات وليست تلميحات من قيادات داخل حزب الدعوة قبل أشهر تقول بأن هذا الائتلاف انبثق من اتفاق سياسي مع ائتلاف دولة القانون بأنه سينسجم تنسجم الكتلتين في البرلمان المقبل لعدم تفويت الفرصة بالسيطرة أو الحفاظ على مكسب الحكومة. وأمامكم كتلة أخرى أو تحالف جديد هو تحالف الفتح، الذي يعلن صراحة ولا يخفي حقيقة رغبته بإزاحتكم من السلطة في المستقبل أو ويطرح مرشحين، ولا زال يلمح بشكل مبكر إلى أسماء محتملة ستكون بديلة عن حزب الدعوة أو شخصية الدكتور حيدر العبادي. أنا لا يمكن لي أن أتخيل الآن حجم التحديات التي ستواجهها أنت شخصيا أو حزب الدعوة. أتمنى أن تضعنا حقيقة في خارطة السياسية المقبلة لكم ولحزب الدعوة، وهل لا زلتم حقيقة تفكرون بنفس المزاج داخل حزب الدعوة مختلف عن القيادة في الحزب؟ شكرا جزيلا. شكرا. بالنسبة للفتح باعتبار تذكرت الأخوة في الفتح، يعني في وقتها عندما انسحبوا من الائتلاف التحالف معنا زاروني، أظن طرحت بالإعلام، واعتذروا عن انسحاب وقالوا صار خلاف بيننا لم نستطع أن نحله إلا بهذه الطريقة. وبعدها أعلنوا أنه الأقرب لنا هو العبادي أو النصر. أعلنوا أنه إحنا أقرب باعتبار كانت هذه العلاقة. التصريحات الجديدة
أنا أدري من خلال كلامهم هم ليسوا واحد، أكو تصريحات متضاربة، يعني مو كتلة متجانسة واحد، وهذا مو عيب لهم، إن هم مجموعة ائتلاف من مجموعة جهاد، وأدري المعاناة اللي دخلوا بها لتكوين هذا الائتلاف، ومع ذلك بالأخير هم أيضا موجودين من الانتخابات، إحنا نتعامل معهم في الشق الأول. وجهة نظرنا هي التالي: أولا أكثر الصرحة خصوصا الزخير مو قيادين بالحزب، بل بعضهم أصلا مو أعضاء بالحزب، ما المنهج حكر السلطة بحزب غير وارد. اليوم الناخب هو اللي يختار الكتل، هو يختار المرشحين، بالأخير اللي يجيب أو يقدر يحصل على أكثرية في مجلس النواب ممكن ينشئ الحكومة. حصرها من الآن هذه أنا أعتبر تجاوز على إرادة النائب، أنا أقولها بصراحة، ولهذا ليس من الصحيح من الآن نتحدث عن تشكيل الحكومة المستقبلية، لأن كأنه تناقض صوت الناخب بالنسبة لنا ضامن ما ندري. وننتظر النتائج بعدين نفتح هذا الباب. في عمل الدولة يعني تكررت عدة مرات هذه المسألة، كنا أو أكثر كل تقريبا بالحكومة أكثرهم مرشحي كتل، بالأخير المسؤولين غالبا مرشحي كتل، بس أنت بالأخير عندك منصب رسمي وأنت مرشح كتلة. وجهة نظرنا هي التالي: لما تكون في منصب رسمي خلص منصبك رسمي، سياق الدولة يحتم عليك مو حزبك. نعم إذا حزبك بالأخير عنده رؤية أخرى ويريد ينسحب، بعد أنت تقرر تكون ويا الحزب تنسحب لو تكون ضمن رؤيتك بالمنصب، ولكن بشكل هذا يحصل في كل العالم تعرفون. ولكن كسياسة دولة أنا ما أدعي في سياستي، أنا أنفذ سياسة كتلة أنتمي لها يعني في الوقت الحاضر أو حتى في السابق، إنما يجب أن بالأخير سياسة الدولة عندك، الحزب اللي تنتمي إلى المفروض هو أيضا يفتح لك مجال أن أنت تلتزم بالسياسة توجه الدولة التي تبني دولة بالأخير. هذا إحنا مع هذا الإطار، وأنا سمعت تصريحات بعضها ما لها داعي، وأنا هم أطمنك أكثرها غير صحيحة وغير دقيقة، تعبر عن رأي الشخص اللي يحكي. وما أخفي سر، يعني صرنا قائمتين مو مشتهى، واضح اختلاف وجهات نظر، ما كل عين خفيها يعني، أظن واضح عند كل الإعلاميين، واضح عند كل الناس، واضح اختلاف في وجهات النظر، واضح. بالأخير انتهت بينا أن نختار هذا الطريق. يعني لو تكتيك، هل أكو مصلحة في التكتيك؟ احسبها، تكون قائمة أكبر، تجلب أصوات أكثر، يعني واضح. أكو خلاف وجهات النظر. نعم جزء من جهودنا أنه خلاف وجهات النظر لا تحول إلى خلاف شخصي ضد مصلحة الوطن ويأخر العملية السياسية. هذا هو يعني نحاول شلون أنت إدارة الخلاف، طريقة إدارة الخلاف يعني بالأخير هذا موجود، يعني أكو نوع من الشعور بمرارة ربما، الشعور بالأسم الألم والأسى، بس هل ممكن نعيش عندي الدولة بهالطريقة ويكون نتعالى عنها؟ جزء من التعالي عنها تعال خل نفتح خط، نفتح فد علاقة ونتعاون حالنا حال الآخرين، حالنا حال بالأخير هذا الحزب، حزب الدعوة الإسلامية اللي أنا انتمي له، حزب مضحي قدم آلاف الشهداء، عانى الأمرين، قاد الحملة ضد نظام طاغوتي مجرم قمع الناس وقدم تضحيات كبيرة، بس أنا ما أشتري التضحيات مقابل سلطة، ما كان هذا بذهننا أصلاً كل ذهننا كان إحنا واجبنا أن نحمي التجربة، أن نحمي الناس، ننزل نصير بالدولة ما نصير بالحكم، هذا موضوع ثاني وموضوع أساسي، بس ما نتخلى عن مسؤولياتنا قطعا في هذا الإطار. وكل حزب باجتهادات، كل حزب بأشخاص ربما إلهم توجه هنا وتوجه هناك، خصوصا بالوضع السياسي العراقي المعقد جدا. العراق تدرون مو كل اللي صار بإرادة عراقية، خلينا نكون واضحين، يعني النظام أسقط صح تضحيات عراقية كبيرة، إحنا هذه التضحيات هي أدت إلى ضعف النظام، بس بالأخير أكو إرادة دولية جت أسقطت النظام. هذه الإرادة الدولية شافت من مصلحتها تسوي انتخابات، صار استفادة من جو الحرية والديمقراطية، وهذه الكتل استفادت منها، حققت اللي حققتها في هذا الإطار، هذا جو جديد، هذا أيضا انعكس على علاقات فيما بيننا، انعكس على تدخلات أجنبية كبيرة يعني ومختلفة في الشأن العراقي. إحنا التحدي التالي شلون نقدر نحافظ على استقلالية البلد، وإحنا كأحزاب ككتل نشتغل نعمل معا من أجل هذه المصلحة. أتصور هذا تحدي كبير وأساسي.
شكرا جزيلا سيادة الرئيس. هشام وسيم قناة سومرية. يعني لربما لن أبتعد كثيرا عن المحاور التي طرحت من قبل الأساتذة المتواجدين. سؤالي هو ما هي ضمانات إجراء الانتخابات بمعايير النزاهة والشفافية وسط أنباء ترجح اعتماد المفوضية على آلية العدوى الفرز اليدوية بحجة عطل في الأجهزة؟ يعني بصراحة عندنا مفوضية مستقلة المفروض. مفوضية انتخابات مستقلة. أجت المفروض بالقانون هيك. وبدستور هالشكل. كل المستقلات كل الهيئات. إي بس تعرفون طريقة اختيار مجلس النواب عليه عدة ملاحظات أنا أسجلها. بس ما يطعن. أكو فرق بين الطعن. الآليات الاختيار كانت بها خطأ. مشوا هذا الاتجاه. الآن نحتاج لهذا مجلس وزراء. أنا لم ألتقي معهم مفردا كرئيس وزراء. إنما كمجلس وزراء مرة مجلس وزراء مصغر لنختار مجلس وزراء مجموعة وزراء مجلس المفوضية ومرة كل مجلس وزراء. الغاية لأن تقع مسؤولية على مجلس الوزراء في حماية العملية الانتخابية، توفير الجو الأمني، توفير الدعم اللوجستي، يعني نقل صناديق، كل يعني تدري المفوضية ماكو شيء مستقل 100%، تعيش في دولة مو في مكان ثاني. الدخيل هذه الدولة بها حكومة بها برلمان بها قضاء. احنا جزء من مسؤوليتنا ان ندعم هاي المفوضيه وان تكون نضمن ان تكون هذه الانتخابات نزيهه. كل سعينا هو من اجل هذا. لهذا كلامي للمواطن، هو المواطن يقدر يساهم ان تكون سليمه بطريقه اعطاء صوته، ان ما يسمح بالتجاوز. والمفوضيه يجب احنا دا نتابع اجراءاتها. اتصور اكو تحسن بالاجراءات حسب متابعتنا. بالنسبه للتصويت. الان تصويت الكتروني. بس هو ترى الكتروني بحساب الصوت ولا لا زال التصويت يدوي؟ يعني المواطن يجي استماره نفس السابق بالضبط، ياشر المكان اللي يريده ويحطها بآله. كل ما في الامر اكو اجهزه تحقق اللي هي المواطن عنده خبره بها من الانتخابات الماضيه، يحط الكارت في هذا الجهاز ويتاكد انه هذا موجود اسمه. اكو اضيف جهاز يمه يرتبط به اللي هو يقرا الاستماره الالكترونيا حتى تصير سرعه بالنتائج، يعني يسموه نظام تسريع اعلان النتائج. ولي نفسه اذا تيد يدوي تقدر ترجع للقوائم لهذه الاستمارات التصويت تقدر تحسبها نفسها موجوده. كل ما في الامر صارت عمليه لما يصوت يحطها بالجهاز تقراها. فتقدر بسرعه بعد انتهاء الانتخابات تجمع هذه المعلومات كلها توصل الى واضح النتيجه. توصل بالضبط تعطي يعني نتائج دقيقه جدا. إذا صار اعتراض، ولهذا جزء من كلامنا مع الهيئات مع القضاء في هذا الموضوع مع المفوضية، يكون تحطون آلية للاعتراض. إذا صار اعتراضات على مستوى عالي عدو الفرز، هذا بيد الهيئات القضائية في وقتها. تعرفون اكو هيئة قضائية للمفوضية هي من القضاة، هذا يعتمد في وقتها. من الآن تقرر أنا أصور لا تستطيع. تسألني أنا هم قلبي شيء. لأن تعرف هذا راد للأخير. مرة أنت تشوف بعينك، هي حتى الورقة ممكن تلعب بها، صار تلعب سابقا بالأوراق. بس تتكلم عن أجهزة اللي يفتهم يمكن إحنا بعض الأحيان أفضل من وضع آخرين باعتبار عندنا خبرة في القضية الإلكترونية والآلات شلون تشتغل والنقل شلون يصير. وين ممكن الخلل؟ تقدر لهذا تعالج الخلل إذا تريد. ولهذا نجيب شركات فاحصة، حكينا وين المفوضية وعلنوا عن شركات فاحصة، أكو شركتين هي. أكو شركة إسبانية صنع جهاز التحقق اللي هو كان موجود سابقا، وشركه كوريه جنوبيه اللي هي شركه الجهاز التصويت، فشركتين اللي هو وحده مختلفه عن الاخرى حتى ما يصير احتكار. نريد نجيب شركات اخرى ثالثه ما لها علاقه بالاثنين دوليه من خلال مفوضيه هي اللي هي فاحصه ان تفحص الاجهزه وتفحص النظام السليم صاير به تلاعب، تسوي تجارب في هذا الاطار. امل ان العمليه سليمه. وراح ندعم باتجاه سلامة العملية. بس بالأخير الموضوع بيد المواطن من حيث التصويت، بيد المفوضية من حيث سلامة الأجهزة وسلامة البرنامج وأيضا الشركات المشتركة في هذا الإطار. إذا صار طعن فهي مسؤولية الهيئات القضائية تحكم في أي طعون مستقبلية تكون. شكرا جزيلا دولة الرئيس وباسم اخواني وزملائي في هذه الجلسة الحوارية الصريحة نقدم لك الشكر الجزيل، وانت يعني ادليت بصراحتك المعهودة واجبت على كل اسئلتنا. نتمنى لك الموفقية وشكرا جزيلا لك مرة اخرى. شكرا لكم، الله يحفظكم.